ليوناردو ده اسمه بندولفي كوب، تجربة معمولة عشان تثبت إن الأرض بتلف حول نفسها. التقل ده متعلق في خيط رفيع جدا فوق جبل في مسافة عالية. الدايرة دي عليها درجات، الدرجات موجودة على الدايرة وموجودة حواليها. كل حركة من الجندول كل ما يمر الوقت ما ترجعش أبدا لنفس النقطة، لأن طبعا الأرض بتتحرك بس إحنا بنحسش بيها. اتعمل سنة 1851، لكن هدية نابليون اللي حصل عليه انقلاب في نفس السنة، فتعرض بقى لتجديدات جديدة وتعامل من جديد خالص أكثر من مرة لغاية ما وصل للحالة دي. وهو مكانه البانتيون اللي هو مقبرة العظماء أو الشخصيات المهمة الفرنسية. عدنا الفيديو هنكتشف انه النقطة اللي رجع لها دلوقتي غير خالص النقطة اللي بدأ بيها الفيديو.